الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجب الزكاة في قرض التورق إذا حال عليه الحول في البنك وهو على حاله لم ينقص ويتم خصم القسط الشهري من الراتب؟ الحمد لله، نعم يجب عليك أن تزكيه كاملا، فتنظر إلى مقداره ثم تقسمه على 40 وتخرج الزكاة، فإن ناتج القسمة هو ربع العشر الواجب عليك، سواء استعملته أو لم تستعمله، وسواء كان البنك يخصم منك قسطه شهريا أو لم يكن يخصم، لأن الزكاة في النقدين واجبة باعتبار ذاتها بغض النظر عن مالكها وبغض النظر عن الظروف والأحوال المصاحبة أو الظروف المصاحبة لها. فمتى ما حال عليه الحول وهو لا يزال في البنك بعد تملكك له، فالواجب عليك أن تخرج زكاته، والله أعلم.